السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة للجميع. أتوقع واضحة الصورة. أنا جالس أقرب أني أقوم بعملية ترقيد هوائي لغصن واحد في أكثر من مكان. ما زالت يعني الآن كملت فقط أسبوعين، ولكن هذه عندي مكان آخر فقط للتجربة، في أكثر. شوف العود نفسه في هنا وعندي هنا، لاحظ ما شاء الله على التقدير في الأعلى، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هذا اكتمل تقريبا 25 يوم، ايضا هذا في الاسفل، لكن سويته يعني بعد الاول فقط للتجربة، والحمد لله رب العالمين على ما يبدو ناجحات. عندي ايضا هنا تجربة اخرى، هذا فيه نسبة تقدير عالية، وهذا ايضا في الاسفل في نفس العود ايضا فيه نسبة تقدير، ولكن بسبب السنور قام بخربشه هنا، فتحها وشوف نمو داخل الكيس، لكن ان شاء الله الامور طيبة لان التقدير ممتاز. حبيت اشارككم هذه، وبارك الله فيكم. طبعا هذا التركي البراون.